أكشم وزعل وخبرة رجعن هالمرة في بسمة وعبرة هالعيش المرة وإحنا معاكم على طول. زعل وخبرة ترند ترند ميدين جوردن مش بالهند. زعل وخبرة ترند ترند ميدين جوردن مش بالهند. يا ما تعبنا يا ما عرقنا يا ما سهرنا وكليها يا خالد. زعلوا خطرة ترند ترند نادي جوردن مش بالهند. زعلوا خطرة ترند ترند نادي جوردن مش بالهند. كلب التيك توك سخافات وهو بيدور على اللايكات. هذا طلب وهذا مات وهذا بيصور الطبخات. هذا وهذا 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 يا ويل ويلي. زعلوا خطرة ترند ترند نادي جوردن. والله يا ميت أهلا وسهلا بجيران الرضا. يا حبيبتي يا خضرة بتعرفي شيء؟ أنتوا الجيران الوحيدين اللي بحب أزورهم ويزوروني. يعني ما أنتي عارفة هالأيام قليل قليل لتلاقي حدا محترم. والقايل وأنتوا الأحسن. الحمد لله على سلامتك يا زعل. إن شاء الله يعني طلعتك من الحبس تعلمت فيها إنه مش كل المشاكل اللي بتنحل بالضرب وبالتكسير. أي أحمد الله إنه الهواي ما إجت في عينك ولك هلا عينك هلأك بحكي برسنان بمسح فيك الأرض. ما في مزح بيننا. السجن للرجال. ضب مرتك بالأول شاكيرة بعدين تعال علق على هالناس. نعم نعم يا حبيبي من قلة ما يصحلك ما لها مرته. هدرا ضب جوزك لها ضبه. ضب حالك يا شاكيرة اللي دائما سوكي طالع بالحارة وكل الناس تشوف رقصكي. صرت ترند الحارة. لو سمح ما بسمح لك. اسكت يا خيخة بلاش ردك في المكتة. افتح في وجهك شارعين وتشتر مشاهزة. فاهم ولا؟ زعل ما بصير تتعامل هيك مع الجيران. عيب. هذول الجيران هذول عقارب هذول سيوف. حبيبي يلا يلا نروح على جايين نقوم بالواجب. قلعت يا قلعتكي. يي 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 يا با خلاص بكفي. هذول الجماعة ضيوف عنا. اهدى مش هيك. هذول مش ضيوف هذول قليلين العصر. يا زعل انت تصرفت غلط معهم. ما بصير اللي سويته. شفتي كيف جوزها بلقح كلام علي زي النسوان ولا شاكيرة؟ هذولا جيراننا من أحسن الناس اللي عنا. صح. وإنت طردتهم. ما شاء الله حولك وحواليك من أحسن الناس. طبعاً ما أنت بتتابعهم على التيك توك. ولا بتوقف ضد أبوك مع الغريب خضرة. نعم. شو صاير بغيابة ولا بالسجن؟ هيك ربيت الأولاد؟ عديم الأخلاق؟ عديم الشخصية؟ مرقين زي جوز شاكيرة؟ يا ابن الحلال ابنك ما غلط حكى الصح. طبعاً موت البايتكي. شو بي يما؟ عيسى لابوك. روح من وجه الثاني امشي. ابوي هو هو ما بتغير. السلام عليكم كيف حالك؟ هشام مالك ماشي لا سلام ولا كلام؟ أبوي نبى علي ما أحكي معك. يمكنك أن تكون في حالة حب مع عدة أشخاص في وقت واحد وكلهم يعانون من نفس الألم دون خيانة. الدقور المناديل وين راحن؟ لقد ضربوني. من أمي؟ الخيانة. وشو بتهذرم؟ يما شاركت في مسرحية في الجامعة لجابرييل ماركيز. ولو بتقرب؟ عشان الأكسنت. حلو. الحب في زمن الكوليرا. إذا الحب مو شايفينه بالأيام العادية كيف بدنا نشوفه أيام الكوليرا؟ وين أبوك؟ ما بدري راح ما صخر على النادي. طب هات المناديل لا تأخذهن مرة ثانية. لكنهم
يسرقون مني المناديل دون أن أعلم. يا بلوي غنك تعرف الجماعي. أدي أطمن عليك يا بتدرب. ما بصير. وش هو ما بصير؟ بدي إياك يا بتدرب ملاكمة عشان أي مشكلة بصير في الحارة حدا بذايقك ها بتلخمه بوكس على وجهه بتحطه بالأرض تقول تريلا وبتدعس عليه ما بتخلي فيه نفس. يا بالرياضة تهذيب للنفس مش للعنف، هيك حكى لي المدرب. يقطع هيك مدربين إذا بيعرفوا يدربوا. زغل يلا على التمرين. حضرتك والده؟ لا أنا أبوه. قل لي كيف سخر في الملاكمة؟ ممتاز، رح أخليه يشارك في بطولة للنادي الشهر الجاي. كابتن أدياك تشد عليه أكتر، دربه بالحيل، أعدائنا كثار بالحارة، شد عليه أدياه يهرسهم هرس، يفتتهم تفتيت، هاي معصهم معص. يا أخي شو هذا الحكي؟ هذا عنف. اسمع سوليدي، لا عاد لوين جايبه يتدرب عندك؟ حتى يشارك مع زملائي ويهذب نفسه وصحته ضمن القانون. يقطع هيك تدريب. اسمع يابا بدل ما تقضيها تضربي هذا الشوال بدي دربك على طريق الزعل الرياضي. امشي وراي. خير يا طير. معلش يا حبيبتي سامحونا هالمرة، انتو احسن جيران والله بتنحطوا على الجرح بطيب. قصدك يا حبيبتي صرنا ترند بين الجيران من ورا جوزك. ما انت عارفة زعل كان بالحبس والقعدة بالحبس مو سهلة، الله لا يذوقها لحدا. طيب اذا بدكم اسامحكم جوزك يجي ويعتذر لنا. زعل يعتذر ليكي؟ طب انتي ما بتقبل اعتذاري؟ اسمعي يا حبيبتي، اللي برمي كلام زي السم بيستاهل ردة فعل اللي قباله. يا عيب العيب عليكم، جد ناس ما بتستحي. برضو احنا اللي ما بنستحي؟ الله يسامحكي. شو بتسوي؟ نلعب. بنلعب. تلعبوه؟ هذا بتسميه لعب؟ اشوفكم بطحين بعض انت وياه. خلص روح يا هشام من هون، روح قدامي. حق تقول لابويا قدامي. امشي بسرعة. فرحان؟ يابا شو بي؟ فيش شي. يه سكر شو بي؟ ولا شو كنت تلعب مع هشام بالحارة؟ كنت تلعب مع هشام بالحارة؟ ولا وجهك أحمر ولك مخطوف مو على بعضك بتقولي كنت ألعب؟ ها؟ ضربك ها؟ اخس اخس يا الهمولة. وانت ولا لأمتى؟ لأمتى رح أضلك زي البساس؟ لأمتى طلع لأخوانك؟ امشي تعال جاي وين رايح؟ اسمع يابا يا صخر، اسمع بدي اياك اسد ضبع زي ابوك. هسه راح امرك على التمارين الفيزيائيه. شو يعني؟ يعني تمارين رياضيه. خليك هان، شايف هذول البرتقانات؟ اقضب هات هذه، بدي اياك تفتفتها باصابعك بهذه الطريقه. شايف كيف يا ابا؟ خير السنه. ها عصير برتقان يلا اشرب. ممتاز يلا دورك. هات جاي اقدر برتقانتين او واحده. يلا واحد اثنين جاهز. اكثر شد قوى اصابعك. ممتاز شد ايوه اكثر يا ان شاء الله عليك كويس، بس بدك شويه تمارين خلص بكفي. حط هاي هان. تعال يا بيا صخر. هيا. هذا وش اسمه؟ كيس. لا هذا اسمه هشام. هذا وجهه، فقش لي وجهه، طلع دم من عيونه. يلا اضرب اسد. برافو عليك، برافو. اضرب. لا تعال من يسمحك اضرب الاسعاف يابا بسرعة. زعل علامك يا بيا. We'll be right back.
شمالك. ايوه لا 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 تتفرج فك عنه خلص. شو دخلك انت؟ خليه يضربه. يضرب كيف يضرب؟ زعل يا زعل يا تصور يا زعل يا عنب يا عس الحقونا الحقونا رملت. صخر حطوه بالأحداث من وراء العنف اللي علمته إياه اللي بتزرعه بأولادك بتلاقيه يا زهر. الأولاد صندوق أبيض إما بتسوده إما بتبيضه وإنت أبوهم والمسؤول عن الطريقة اللي ربيتهم فيها. خلص يا زهر خلص. نفسي أعيش بسلام أنا وولادي. خلص. صخر حطوه بالأحداث ورا العنف اللي علمته إياه اللي بتزرعه بأولادك بتلاقيه يا زهر. الأولاد صندوق أبيض إما بتسوده إما بتبيضه وإنت أبوهم سامحيني يا خبر مسؤول عن الطريقة اللي ربيتهم فيها. فعلا خلص. اللي ما بسمع كلام خبر نفسي أعيش بسلام أنا وولادي. عمر إيش هتاخذ وإيه ما بصير خبر. أكشن وزعل وخضرة رجعن هالمرة في بسمة وعبرة هالعيش المرة وإحنا معاكم على طول. زعل وخضرة ترند ترند ميدين جوردن مش بالهند. زعل وخضرة ترند ترند ميدين جوردن مش بالهند. يا ما تعبنا يا ما عرقنا يا ما سهرنا وقليها يا خالد.